هذه القصة أبكت الجميع، ولكن انتظرونا بعد هذا الفاصل القصير. ولكن قبل أن نبدأ، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. أب بيأكل بنته الصغيرة سندوتش برجر ويحط لها الكاتشب عليه، وكل شوية تفتح بقها وهي بتعيط وتقول له سخن سخن سخن، يزعق لها ويقول لها البرجر بارد، هتاكلي يعني هتاكلي، بطلي تمثيل. والبنت تعيط والأب يزعق وفي الآخر بتبلعه. فضل القهر ده لحد ما البنت خلصت السندوتش كله. مامتها جت وخدت البنت من باباها، وراحت البنت نامت في حضن مامتها وهي لسه بتعيط، وبدأ الأب يشيل الأكل وفتح التلاجة علشان يحط إزازة الكاتشب، لكن كانت المفاجأة أنه سحب إزازة الكاتشب المشطشطة بدل العادية. ساعتها اتصدم وقلبه اتقبض وافتكر أنه كان بيأكلها من الإزازة الغلط، والبنت لما كانت بتعيط وهو كان مفكرها بتتكلم عن سخونة البرجر أتاريها بتتكلم عن شطشط الكاتشب. جرى يطبطب عليها وهي نايمة ويبوسها ويقول لها أنا آسف ما كنتش حاسس بوجعك، ما كنتش أعرف علشان ما دقتوش. العبرة من هذه القصة القصيرة، كم مرة لهيت غيرك بأفعالك وبأقوالك وهو موجوع وتعبان وتقول له بطل تمثيل؟ كم مرة غيرك نام والدمع في عينه والإحباط مسيطر عليهم بسببكم؟ كم مرة جرحت غيركم من غير ما تحسوا ومن غير ما تاخدوا بالكم؟ كم مرة فكرتوا ان كلامكم بلسم وهو في الحقيقة مر علقم وعامل زي مية النار في جوفهم وقلوبهم؟ لو كان كل واحد دق كلامه قبل ما يقوله ويقدمه لغيره كانت الدنيا اختلفت. كم من كلمة أضرمت في النفوس نار وتركتها رماد ويحسبها قائلها أنها ماء وثلج وبرد، فتذوقوا الكلمة قبل أن تخرج من أفواهكم فلعلها تحيي نفس أو ربما تموتها. رب كلمة قتلت ورصاصة لم تقتل. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو ليصل إلى الجميع، فالدال على الخير كفاعله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.